هلو ماي دير ستيرنز، اهلا بيكم طلابي الاعزاء جريد 4 في حلقه جديده من حلقات الماس. النهارده ان شاء الله هناخد اكسرسايز على اللارجست نمبر. طبعا احنا خدنا ال 100,000 والمليون والمليار. لو انت ما شفتش الحلقات بتاعت ال 100,000 والمليون والمليار هسيب لك اللينك في الوصف اسفل الفيديو، تقدر تشوف الحلقات وانصحك تشوفها عشان تقدر تتابع معانا الاكسرسايز اللي احنا هناخدها النهارده. اوكي يلا بينا. بيقول لي انا choose the correct answer. Number one, 278,628. طيب احنا اتفقنا اول لما نيجي نعمل write by digit هنقرأ بس كويس الاول، ولما نلاقي كلمة thousand هنعمل stop. تمام؟ ليه بنعمل stop؟ عشان هنكتب كده هو، نيجي كده نكتب unit tens hundred وبعدين thousand وبعدين 10,000 وهنكمل بعديها ال 100,000. اوكي طيب ليه بنعمل كده؟ عشان ما نتلخبطش. تمام طيب 278,000 يبقى كل دول هما فين؟ هما في الثاوزند، بس 2 في ال 100 يبقى في ال 100 بتاعت ال 1000. 78 يبقى 70 في ال 10s بس ال 10s بتاعت ال 1000 وال 8 في ال 1000 اهو. بعد كده 600 ادي 6 في ال 100 and 28 يبقى 2 في ال 10s وال 8 في ال unit. يبقى انا عندي 278,628 اللي هي انا عندي 278 دي 682، انما دي 278,628 يبقى ده الحل بتاعنا الصح. تمام طيب في واحد تاني يقول لي مستر انا ممكن ما اعملش اللي انت عملته ده خالص. جميل، امال تعمل ايه؟ قال لي الموضوع بسيط جدا، ان انا هقرا كل النمبرز دي. يعني انا همسك كده اقرا النمبر ده 278,600 682، انما ده 28 يبقى ده لا رونج. طيب التاني 278,628 هو ده الصح بتاعنا. طب تعالى كده نعمل نمبر 2 70,593. تعالى نعملها بالطريقه الثانيه اللي انت عاوز تعمل بيها اهو. 70,593 اهو كده جبتها على طول. ممكن نعملها بالستبس دي؟ تمام. طب تعالى نعمل واحده ثانيه 603,008 603,308. طب ديت 600,308. يا ترى هو ده؟ طبعا لا، انا عاوز 603,000. طب ده 600,000 بردك لا. طب ده 60,000. طب ده 603,008 هو ده. طب لو انا عاوز اكتبها بالطريقه الثانيه اهو يونت تنس 100 1000 10,000 و ال 100,000. طب ليه انت بتقول الطريقه دي؟ عشان خاطر احنا اتفقنا ان ممكن ما يجريش تشوز، ممكن يجري كومبليت، فانا مش عاوز اتلخبط. تمام طيب هو قال لي 603,000 يبقى انا هقف هنا لغايه كلمه 1000، يبقى كل دول فين؟ في ال 1000. 600 يبقى دي اهو 6 في ال 100. 3 ده 3 في ال 1000 يبقى ال 10 بتاعت ال 1000 has no number تبقى احط لها 0. And 8 ال 8 في اليونت يبقى ال 10 ب 0 وال 100 ب 0. اوكي؟ طيب تعالى نشوف اكزامبل تاني. بيقول لي 300,702. مستر انا بقى خلاص دي تشوز، انا عاوز احلها ان انا اقرا النمبر واشوف على طول. طب احنا فاكرين كنا بنقرا النمبر ازاي؟ كنا بنعمل كاونت 3 ديجيت ونروح عاملين سبليت اهو 1 2 3 سبليت. يبقى 270,000 هي 270,000؟ لا. طب نعمل كاونت 3 ديجيت ونعمل سبليت 1 2 3 سبليت. دي 200,207. طب دي 200,000؟ لا دي 700. لا مش دي. طب نشوف اللي بعديها
نعمل 1 2 3 split، يبقى دي 200,702. تمام، يبقى هو ده. اوكي، نمبر 5 179,012. هنا نقرا ازاي؟ اهو 1 2 3 split، او نعمل كوما زي ما انت حابب تعملها. 179,000. تمام. 102، لا دي مش 102، دي 12. تمام، يبقى مش ديت. شوف اللي بعديها 1 2 3 اهو، هعمل لك كوما بقى المره دي. 197,000. تمام، اند 12، يبقى هو ده صح. تمام كده، عرفنا ازاي نعمل ريدنج نمبر وازاي نكتبه بالديجيت. اوكي، طيب الحاجه الثانيه بيقول لي ذا بليس فاليو اوف ديجيت 2 ان ذا نمبر. هو هنا عاوز ايه؟ البليس فاليو. ال1 دي يونت، تنس، 100، 1000، 10,000، 100,000، مليون، 10 مليون، 100 مليون. يبقى ده كده ايه؟ 100 مليون. اجين هنشوف اللي بعديها ذا بليس فاليو اوف 8، وعاوز البليس فاليو بتاعت ال8. يلا مين هيقول معايا؟ يونت، تنس، 100، 1000، 10,000، 100,000، هنا ايه؟ مليونز. تمام، طيب ما تسرعش عشان في 10 مليون، مش اجري ادور على مليون وخلاص. طيب تاني ذا بليز فاليو اوف ديجيت 6، هو عاوز بتاعت مين؟ ال 6. حط تحتها لاين كده عشان ما تنساهاش. يلا مين هيقول معايا؟ يلا يونت، تنس، 100، 1000، 10,000، 100,000، مليون، 10 مليون. فين 10 مليون؟ اهي ال 10 مليون. اوكي، طيب ده البليس فاليو. وما هي طالب مني ذا فاليو اوف ديجيت 4. قلنا بنعمل دروب لل 4، هنكتب ال 4. تمام، وبعدين الاول ديجيتس بيفور ال 4 بوت 0. يبقى هنا 1 2 3 4 5 6 هنحط 6 0، تبقى 4 مليون. بس ما اكتبش 4 مليون، انا هكتب 4 و 6 ايه؟ 0. اوكي، 1 2 3 4 5 6. اوكي، تمام يا شباب. طيب نشوف اللي بعديها. ها بيقول لي ذا فاليو اوف ديجيت 9 ان ذا نمبر، وعاوز الفاليو بتاعت ال 9. يبقى انا ال 9 بتاعتي اعمل لها ايه؟ دروب، ادي ال 9، وبقيه الديجيت تبقى ايه؟ تبقى 0. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى نحط 8 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، تمام. طيب عاوز الفاليو بتاعت ال 5 ان ذا نمبر، مديني النمبر ده، عاوز الفاليو بتاعت ال 5. هنعمل دروب لل 5 اهي، ادي هعمل دروب لل 5. ماشي، البيفور ال 5 1 2 3 4، يبقى احط 4 0. طب اللي افتر ال 5 يتكنسل. اوكي، يبقى بيفور ال 5 هو اللي اتحط لي 0. طب انما اللي افتر ال 5 اللي هو ال 4 وال 2 يتكنسلوا خالص، بنشيلهم خالص. اوكي، طب ايه ده؟ ده التشوز دي مش موجوده. طب ما دي كام؟ دي 50,000. هي فين بقى 50,000؟ هي دي. هو بس ضحك عليا، كتبها لي بفورم تانية، بشكل تاني. اوكي، طيب تعالى نشوف تاني ذا فاليو اوف ديجيت 7، عاوز الديجيت بتاعت ال 7 دي، نروح عامل لها دروب. تمام، هنكتب ال 7، وهنا في كام زيرو؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، طب وال 2 تتكنسل خالص. طب هي فين بقى اللي هنا مش موجوده؟ نروح عاملين كده اهو 1 2 3 كوما، 1 2 3 كوما، ده بتاع 1000، انما ده بتاع مين؟ المليون. يبقى 70 مليونز. اوكي، طيب نشوف اكزامبل تاني. بيقول لي ذا مليون از ذا سمولست نمبر فورمد فروم. يا ترى المليون هو فيه كام ديجيت؟ ها، فيري جود، 7 ديجيت. طب دي موجوده فين؟ في الشيت. المفروض ان احنا انا اسيب لك الشيت اسفل الفيديو في الوصف، في شويه نوتس لازم ابقى احفظها.
منهم ان المانيوال از سمولست نمبر فورمد فروم 7 ديجيتس. اوكي طيب ذا ديجيت ويتش ريبريزنت مانيوال ان ذا نمبر، ومديني النمبر ده. هو هنا عاوز يعرف مين المليون، يا ترى مين في دول المليون. نروح هنا عاملين ايه؟ 1 2 3 كوما اهو، 1 2 3 كوما، دول ال 1000 تمام، انما دول المليون. يبقى يا ترى هقول ال 46 هي المليون؟ لا، هو عاوز المليون مش ال 10 مليون ولا ال 100 مليون. قصده المليون بس يعني. يبقى فين المليون بس؟ ال 6. فيري جود تمام. طيب هنا بقى عندي 50 تايمز 40 ايكوال كام 100؟ ايه ده، دي صعبه قوي يا مستر. لا مش صعبه ولا حاجه. اول حاجه هتعملها بوت زيرو. يبقى عندك زيرو في ال 50 حط، وعندك زيرو في ال 40 اعمل له دروب تمام. بعدين اعمل 5 تايمز ال 4. 5 تايمز ال 4 ب 20، بقت كام؟ بقت 2000. ادور على 2000؟ لا. ليه؟ عشان هنا في جنب السبيس 100. تاني احنا اول حاجه عملنا ايه؟ حطينا الزيرو ده عملنا له دروب، والزيرو ده عملنا له دروب. يبقى حطيت كام زيرو؟ 20 تمام. بعد كده عملت ال 5 تايمز ال 4 ب 20، في مشكله؟ طلعت لي 2000، بس انا كاتب لي هنا كلمه ايه؟ 100. طب وال 100 هاو ميني زيرو ان 100؟ فيها كام زيرو؟ فيها 20. يبقى هكنسل زيرو والزيرو مع زيرو وزيرو مع زيرو، اتبقى لي كام؟ 20 بس. بيقول لي 805 تايمز 100 ايكوال تايمز 10 سبيس تايمز 10. قال لي بص كده، مش دي 10؟ هنكنسل زيرو هنا مع زيرو من هنا، اتبقى ايه؟ اتبقى 8 والزيرو وال5 اللي هي ال 805، واتبقى لي زيرو من ال 10 حطه، يبقى هو ده. اوكي تاني بيقول لي 280 تنس، وهنا 2800. طب التنس فيها كام زيرو؟ فيها 1 0، وادي الزيرو وادي ال 8 وادي ال 2، بقت 2800. طب هنكتب هنا 28 اهيت، ال 100 فيها كام زيرو؟ 20. ايه ده كده ايه؟ ايكوال. اوكي طيب نشوف اكزامبل تاني. عاوز ذا فاليو اوف ديجيت 8 ان ذا نمبر، عاوز الفاليو بتاعت ال 8. ال 8 هنروح عاملين ايه؟ دروب لل 8. في فرق بين الفاليو والبليس فاليو. بليس فاليو هو عاوز يعرف هي يونت ولا تنس ولا 100 ولا ايه بالظبط، اما الفاليو نعمل لها دروب، واللي بيفور الديجيت ده نحط له ايه؟ زيرو. اما الافتر بيتكنسل. يبقى 1 2 3 4، يبقى هنكتب ال 8 اهي و 4 0 تمام اهي. فين بقى ديت؟ اهيت. يبقى ال 80000. طيب هنا 150000، يبقى نكتب ال 150 اهي، وبعدين ال 1000 فيها كام زيرو؟ فيها 3 0 اهو. ايه ده مش موجوده يا مستر؟ طب ما نمسك واحده واحده نعملها. التنس فيها كام زيرو؟ فيها 1 0 مع ده هيبقى 150 اهيت، وفيها الزيرو بقت 1500. لا مش هي. طب دي هنكتب ال 15. ال 1000 فيها كام زيرو؟ فيها 3 0. يا ترى هي دي؟ بردك لا، هيبقى اكيد دي، بس نعملها الاول نتاكد. ادي ال 1500، وبعدين ال 100 فيها كام زيرو؟ فيها 2 0. هي دي تمام. في مشكله؟ تمام. تعال نشوف اكزامبل تاني. بيقول لي كومبليت ذا فولوينج. نمبر 1 ذا سمولست 7 ديجيت نمبر. هو قال لك عاوز ايه؟ السمولست. يبقى على طول تروح حاطط 1 وبعدين تكمل زيروهات تمام، لان السمولست هو الزيرو. سمولست 1 ديجيت هو زيرو، بس مش هينفع احط زيرو، مش هينفع ابدا بالزيرو. اوكي فنبدا بال1. وبعدين هو عاوز كام ديجيت؟ 7. يبقى اهي 0 0 0 كده بقوم كام؟ 4 ديجيت 5 6 7. طب هنا بقى عاوز ايه؟ ذا سمولست، هكتب ال1 و
وهنكمل بالزيروهات اهو، وعاوز 6 ديجيت اهو 1 2 3 4 ادي كده 5 كده 6. بس اقرا كويس، هو عاوز ديفرنت. يا ترى كده دول ديفرنت؟ لا، هما مين اللي ديفرنت؟ ال1 وال0 ده. يبقى نيجي بقى من هنا نكمل، افتر ال1 تبقى دي 2، افتر ال2 تبقى دي 3، افتر ال3 تبقى دي 4، افتر ال4 تبقى دي 5. يبقى المفروض النمبر كان يتكتب ازاي؟ 1 0 2 3 4 5. اوكي، طب هنا عاوز ذا جريتست 7 ديجيت. الجريتست ديجيت مين هو؟ ال 9، ونكملهم ب 9. هو عاوز 7، يبقى نعمل 7 9. 1 2 3 4 5 6 7. انا كده عملت 7. طب هنا عاوز greatest 5 digit، نفس الكلام نعمل 9. 1 2 3 4 5. بس ذا مليون، ذا مليون is the smallest number formed from، قلنا مليون في كام digit؟ في 7 digit. اوكي طيب شوف الاكزامبل اللي بعديها. without repeating الديجيت، ما تكررش الديجيتس اللي انا هديها لك دي. the greatest number formed from، انا عاوز greatest من دول. فين greatest في دول؟ ال 6، يبقى نبدا بيها. after ال 6 5، after 5 3، after 3 2، after 2 1، after 1 0. اوكي طيب، عاوز بيقول لي هنا 10 مليون is the smallest number formed from، المليون كام ديجيت؟ 7، يبقى 10 مليون 8. طب يبقى ال 100 مليون، ها فيري جود، تبقى 9. ماشي 6 in the number، مديني ال 6 دي، عاوز اعرفها في النمبر ده. ال 6 هنا ايه؟ هي هنا ايه؟ ده يونت، ده تنس، يبقى ده ايه؟ 100. يبقى يا اما تكتب له 600، يا اما تكتبها له كده اهو، ادي 100 اهيت ماشي، يا اما تكتب 600 كده. يبقى يا اما اكتبها بليس فاليو او فاليو، اللي ريحني، لان هو ما قاليش هو عاوز ايه. اوكي طيب نشوف تاني اهو، 4 in the number، ال 4 هنا يا ترى ايه؟ ادي يونت، تنس، 100,000، يبقى انا هكتبها 4000 على طول اهي، صح؟ طبعا صح. طب لو كتبت 1000 تمام. طب ال 2، التو هنا ايه؟ يونت، تنس، 100، بردك ايه؟ 1000. جميل. طيب تعال بقى هنا، بتقول لي ايه؟ بيقول لي 2 مليون 37,000 اند 9. نعملها ازاي؟ حلو قوي. بص يا سيدي، كل اللي هنعمله نعمل كوما ونعمل كوما تاني. احنا متفقين ان في بيفور الكوما دي في 3 ديجيت، وافتر الكوما يبقى في 3 ديجيت تاني، وافتر الكوما دي كمان يبقى في 3 ديجيت تاني. طيب هنا في كام؟ 2 مليون، يبقى ادي 2 في المليون، وهنحط 0 هنا و0 هنا. طيب 37، ادي 37، يبقى 0 فين؟ في الليفت. اوكي بعد كده 9، ادي 9، واحط 0 في الليفت وادي 0 في الليفت. مين بقى اللي هيتكنسل؟ ال0 ده وال0 ده، لان مفيش افتر الزيرو ده، مفيش زيرو، مفيش حاجه تانية، مفيش ديجيتس تانية. تمام، يبقى مفيش ديجيتس تانية، يبقى مش هنحط ايه؟ الزيروهات دي، انما الزيرو ده والزيروهات ديت في بعديها ديجيتس. اوكي ما فهمتش. تاني هنعمل كوما وادي كوما. طب دي مليون، طب لو كانت مليارد او بليون، يبقى هنعمل 3 كوماس. اوكي طيب 24 مليون، ادي 24 مليون، بس هنحط في زيرو هنا. طب ليه ما حطيناش ال 24 وما حطيتش الزيرو في الرايت؟ لان انت كده بقت 24، لا دي بقت 240، انت كده غيرت النمبر. اوكي طيب يبقى ده رونج، ما ينفعش، اتفقنا؟ طيب 35,000، ادي 35، وال 1000 نحط ايه؟ زيرو هنا. بعد كده 47، هنكتب ال 47 ونحط ايه؟ زيرو في الليفت. مين الزيرو هيكنسل؟ الزيرو ده. اوكي؟
تاني لسه ما فهمناش، هنعمل كوما وادي كوما كمان. 4 مليون ادي ال 4 في المليون، وهنحط هنا زيرو وزيرو. حطينا كام زيرو؟ 2 زيرو. ليه؟ عشان هو المفروض يبقى عندي كام ديجيت؟ 3 ديجيت. 7000 ادي 7 في 1000 وادي 2 زيرو. 706 ادي 706. نخلي بالنا من الزيروهات عشان خاطر الزيروهات دي هي الاساس، اوكي؟ ويكنسل ال 2 زيرو اللي في الليفت خالص اللي في الاخر ده. طيب 5 مليون 1000 هنعمل الكومه بتاعتنا. ادي 5 مليون وادي زيرو وادي زيرو. 1000 ادي ال 1 في 1000 وهنحط 2 زيرو في الليفت. في حاجة تانية؟ لا، يبقى هنا زيرو زيرو زيرو. هل دول يتكنسلوا؟ لا. ليه؟ عشان بعديهم في 1، اوكي؟ أما الزيرو ده يتكنسل والزيرو ده يتكنسل، اوكي؟ طيب طبعا دول زيهم هيبقوا موجودين في الشيت، ممكن نقدر نحلهم لوحدينا. طيب هنا 350 tens equal hundreds، يبقى دي 35 tens، هنحط هنا زيرو. طيب وال 100 فيها كام زيرو؟ فيها 2 زيرو. بص بقى هنعمل ايه؟ هنكنسل زيرو مع زيرو، وزيرو مع الزيرو اللي هنا كمان عادي جدا، يتبقى لي ايه؟ 35. تاني الحته دي يا مستر، ادي ال 100، ال 100 فيها كام زيرو؟ فيها 2 زيرو. نبدا نكنسل زيرو في الرايت مع زيرو في الليفت، زيرو رايت مع زيرو ليفت، يبقى ايكوال 1500. اجين ادي هنا المليون، المليون فيها كام زيرو؟ فيها 6 زيروز اهو، 1 2 3 4 5 6، وال 1000 فيها 3 زيرو، تمام؟ ونكنسل زيرو رايت مع زيرو ليفت، زيرو رايت مع زيرو ليفت، زيرو رايت مع زيرو في الليفت، يبقى الريميندر عندي 342 وفي عندي 30. اوكي؟ طيب نشوف اكزامبل تانية، دي زي اللي احنا لسه قايلينها فمش هنقولها بقى تاني. بيقول لي greatest number formed from the digit 5849، مين الجريتست فيهم؟ 9. after 9 نعمل ال 8، after ال 8 5، after ال 5 4. اوكي؟ هنا عاوز البليس فاليو بتاعت 3. ها؟ يونت، تنس، 100، 1000، 10000، 100000. بص بقى انا ممكن اكتب ال 100000 ازاي؟ اتش وبعدين اعمل تي اتش. يبقى انا مش لازم اكتب الكلمه، ممكن اكتب اتش تي اتش، يبقى انا فهمت انها ايه؟ 100000. اوكي؟ طيب ايه ده؟ هو عاوز يعرف هي كام مليون وكام ثاوزند اند سبيس وكام؟ فنعمل ايه؟ فاكرين الريدنج كنا بنقرا ازاي؟ كنا بنعمل سبليت افتر 3 ديجيت، زيها بالظبط. 1 2 3 كوما اهو، 1 2 3 كوما. فين المليون؟ اهو، يبقى نكتب ده في المليون 564. طب والثاوزند 253 اهو، تمام؟ طب وتاني 601. اوكي؟ طب هنا بقى، هنا مديني العكس، مدي عاوز يعمل ستاندرد فورم. فاكرين ستاندرد فورم واكسبندد فورم؟ لو مش فاكرها ارجع للحلقه، اوكي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل كوما ونعمل كوما. فين المليون؟ ده المليون، هبدا بيه في الليفت، يبقى 840 اهو، وبعدين 1627، اوكي؟ وبعدين 254، زيها بالظبط. ادي كوما وادي الكوما الثانيه، 6 مليون ادي 6 مليون، وما ننساش ايه؟ 2 زيرو. ليه يا مستر؟ عشان دول المفروض يبقوا 3 ديجيت، تمام. 412 ادي 412، بعد كده
مين الزيرو اللي هتتكنسل؟ الزيرو دول. طب انت ليه حطيتهم من الاول؟ لا معلش حطهم بعد كده ابدأ كنسل. تمام؟ اتفقنا؟ حطهم في الاول بعد كده ابدأ بعد كده اعمل ايه؟ تكنسل. طيب شوف اللي بعديها، عاوز يعمل بقى الاكسبندد فورم. نروح عاملين 1 2 3 كوما 1 2 3 كوما ده 5 مليون، يبقى ال 5 اهي ونحط لها 6 0 1 2 3 4 5 6 وبعدين نعمل ال 1000 اهو 984 ونحط 3 0 اهو وبعدين 371. طب انا ممكن اعملها بطريقه تانية؟ تعالى ازاي نشوف اهو 1 2 3 كوما 1 2 3 كوما فين المليون؟ 23. اروح كاتب كده 23 واكتب مليون. يبقى مش شرط ان انا احط له 3 6 0، انا حطيت ايه؟ كلمه مليون. طب ما حطيتش 6 0 وما حطيتش مليون، رونج، غلط. اتفقنا؟ طيب هنا هتحط 600 وتحط لي كلمه ايه؟ 1000. اهو كتبت لي تي اتش بس مفيش مشكله، بس عرفتني ده اسمه ايه؟ 1000. وهنا 156. اوكي؟ طيب طبعا دول زيهم. اوكي؟ في مشكلة؟ وبكده نكون عملنا زي ريفيجن سريعة وشوية اكسرسايز مهمة جدا على اللارجست نمبر. أهم حاجة الهوم ورك تحله كويس جدا، وهتلاقي الشيت الهوم ورك موجود في الوصف. اوكي؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم في حلقة جديدة. جود باي أند جود لاك.